عدو في خوارجتها إن لقى حرايو ديجان كان أفعد كنتي لبدي مالنا لصور دافي وحي قدت كقطان ديجان كده حديثة مساجد كي أولي يري الله سبحانه وتعالى إن لقى عبود الله وترجله أي دفاع كقطان سلاس درت هذا وحال لقى حرايو ديجان كأفعد أو حرة وعرب عدو في خوارجتها ديجان كان أفعد وحال لوجو دقي عشر لم إلا بان تاريخ دنا بال ذهب أو قرم دونا رنتي شلي إلا حالي إلا ساكي وحامشان كدعي دقال أو خوارجته لقصة أفجري بخت جودنا أو جذها هوس يالو جودت كينا هذا ركتان إلا مساجد كقطن إلا جريه دت كده قطن زاد درت هذا وحن عدينا مانتي إن ديجان كأفعد أو حري هاي ما أمرك الدقمة بولو برتة إلا حالة إلا ساكي قرمدي أيو سودراي هن نقطة راشين هن نقطة بيه هن نقطة واحد والبابا وايد لا قرب تاجناي هاد كده بنو وايد لا قرب تاجناي دون هاد يال ليدمو وحن ربعين هن يرجلين أنو موجنو عيد مدة الدولة ده أو هو الرأي تلي حسين أو هاد قرب كي تاجن إيه عيد مدة ديجان كمعوسلي ده رنتي أيقنا حق بدن بحي سيدو كلا تود دقمة دريس كأنها جلق أو أيضا نفتر كذا أيضا كجوج مع وسليدة أو رنتي أيضا دقالك كالوي كقط أيضا وحربنا هنا وما هاد علنا ما الكستا قرمة كوكي مدي سيدا درت هذا واحد أركتان ما ملك دقمة بولو برت أو ضياشي رغنك هوانك لا ما كارهرين قرمة كنا واحد واسي إذا بجوجا أي وسو جارا ديجان كان أفعد وحربنا ضد كان إني كود النول عز إيه الشرف إيه وناك وكلنا ولاد كهذا ننتنا أو شهيدنا نلال معنا شهيد واي هذا قاس خوارج تأنيك عبدي شو يكون هذا شهيد واي سأل درت هذا إن الشرف أن كلنا ولان يعزي إيه وناك أن كلنا ولان الدوك كركيز إيه إن أن جبنمو إيه إيشك أن كل من أكو شهيد لا بد أسوأ حكة الحياة ملا سأل درت هذا dadka deegaankan iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan u muujinaynaa garab istaag hadii aanay maamulka degmada Buuluburta markasta waa idin la joognaa garabkiina nahay difaaca idin kula jirna xabada garabkiina kiriideyna sidaas darteed waxaan rabnaa inaad niyada aad ku dhisataan inaad san idin ka maqneyn maamulka degmada Buuluburta iyo dhamaan gobolka Hiiraan inaan cadawgaas qawaarita meel kasta aan uga daba tagno waritaas diyaar muunahay diyaar muunahay in cadawga meel kasta ka xoreen.